بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وبعد. هنتكلم النهاردة عن جملة جديدة وعبارة جديدة، سويتش كيس. سويتش وكيس، سويتش كيس هي إحدى جمل الانتقال الشرطي. طب مين كمان اللي كنا بنستخدمه في الانتقال الشرطي؟ كنا بنستخدم الجملة اللي هي إف ستيتمنت. فكانت إف بتعمل إيه؟ جملة إف بيجي بعديها شرط، إذا تحقق هذا الشرط بتنتقل لهذه الجملة وتنفذها، وإذا لم يتحقق كنا بنعمل إيه؟ كنا بنطنش جملة إف وكل ما يتعلق بيها. عظيم جدا. طيب فاكرين البرنامج البسيط ده اللي هو كنا بنقول له لو إن كان؟ طيب ممكن كمان نبسط البرنامج ده عن كده كمان؟ أه نبسطه. نبسطه عن كده كمان عشان نفهم أكتر. كنت بقول للبرنامج البسيط ده لو سمحت دخل لي قيمة، لو سمحت دخل لي قيمة الاي. فبقول له لو الاي كانت بواحد اطبع لي على الشاشة كلمة سي اوت، اطبع لي على الشاشة 1. يعني بعلم طفل صغير 1 و 2 و 3 بالانجليزي بتكتب ازاي. واذا لم يتحقق هذا الشرط كان بيعمل ايه؟ كان بيطنش جملة اف وينزل على الجملة التالية لها، وبالتالي ما كانش بيطبع حاجة. تعالى كده ننفذ البرنامج ده مع بعض عشان نعرف احدى جمل الانتقال المشروط واشهرها اللي هي جملة اف، ونتنقل منها مع بعض لجملة سويتش كيس. فأنا هعمل معاك كده المشروع ده تنفيذ ونتفرج على شكله هيكون عامل ازاي. المشروع لما تنفذ وقف في الشاشة اهو خلاص مستني السي ان الاي، فقلت له 1 انتر. عمل ايه؟ اتنقل على طول لسي اوت 1 وطبع لي على الشاشة 1. طيب ايه بقى اللي هيحصل لو انا كنت قلت له اي حاجة غير 1؟ اللي هيحصل ان هو كان هيتجاهل، طبعا بما ان سي اوت الوان دي اهي خلي بالك منها، فعلى طول ان هو كان هيتجاهل العبارة كلها وجملة اف كلها. تعالى كده مع بعض ننفذ مرة تانية، ولما في المرة التانية ننفذ هقول له اي رقم تاني غير الواحد زي مثلا 9 وهقول له انتر. قال لي بريس اني كي وما عملش اي تنفيذ ولا اي حاجة خالص. ليه؟ لانه تجاهل جملة اف. يبقى جملة اف زي ما خدنا قبل كده هي احدى جمل الانتقال المشروط، والانتقال المشروط ده يا جماعة بيتنفذ بناء على ايه؟ على شرط معين بيتم عندنا. طيب تعالى كده نعمل نفس البرنامج بسويتش كيس. سويتش بتعمل ايه؟ جملة سويتش بيجي برضو بعديها شرط وبتختبر هذا الشرط. فالشرط ده بيكون ليه كيسز، حالات كتيرة جدا. اذا اي حالة منهم اتنفذت بيخش ينفذها، وإذا أي حالة منهم ما تنفذتش بيتجاهل كل إيه؟ السويتش باللي فيها. تعالى كده نفهم أكتر مع بعض، نشوف كده مع بعض. يبقى سويتش بيجي بعدها اكسبريشن أو شرط منطقي، وبعد كده بنفتح القوسين. يبقى أول كلمة نكتبها إيه مع بعض؟ خلاص كده تعالى نحول الجمل دي لجمل إيه؟ لجمل تعليق علشان خاطر نقدر نفهم إيه اللي هيتم معانا. أدي الجملة الأولى وأدي الجملة الثانية أهي، بقت جملة تعليق. وتعالى كده نبدأ مع بعض ونشوف الموضوع ده يمشي ازاي. اول حاجة نكتب كلمة سويتش، تمام جدا. وبعد جملة سويتش اكتب الشرط المنطقي بتاعك اللي هو ايه؟ ان انا عايز اختبر قيمة المين الاي بيساوي 1. بس مش هنكتب بقى الاي بيساوي 1، انا اقول له اختبر مين، اختبر الاي من فضلك. وما تنساش ان بعد السويتش ما بيجيش ايه؟ ما بيجيش سيمي كولن. بعد السويتش ما بيجيش سيمي كولن. يبقى انا قلت له كده اعمل ايه؟ قلت له قم باختبار المتغير اللي اسمه اي. طب الاي بيساوي 1 الشرط المنطقي ده، يبقى بيجي هنا، اسف انا غلطت من شويه، انا بقول ان بيجي بعد سويتش شرط منطقي، لا بيجي بعدها متغير او تعبير ما زي اي زائد 2، اي ناقص 3، اي في 5 على 2 في 6، يعني ممكن تبقى تعبير او متغير بس. ايه بقى اللي بيحصل؟ بتقول له اختبر قيمه الاي او اختبر المتغير اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه اي. عظيم جدا. وبعد ما بقول له اختبر المتغير اللي اسمه اي بيخش هو كده لجوه، لا ده انا عايز افتح بقى الايه؟ القوس ده، واروح جاي نازل قافل القوس ده. القوس ده بتاع مين يا جماعه؟ القوس ده بتاع بدايه سويتش، والقوس ده بتاع نهايه السويتش. بعد كده بتعمل ايه؟ بتقول له على الحالات بتاع الاي، يعني انت بتقول له ان الاي ده ممكن يكون بكذا او بكذا او بكذا. فبقول له ايه؟ اختبر قيمه المتغير والحاله الاولى ايه؟ طب يا ترى الاي ده ممكن يبقى بكام عندنا؟ يبقى اروح راجع كده وبقول له كيس. كيس يعني ايه؟
اول حاله ممكنه الاي، اول احتمال ممكن للاي نقطتين، وباجي قبل النقطتين بحط الايه؟ الكيس بتاعتي، هي الاي دي ممكن تبقى بايه؟ بواحد، بخمسه، ب10، بكلمه زي احمد او محمد او سيد. يبقى هنا سويتش بتعمل ايه؟ بتختبر الاي. طب الاي ده ممكن يبقى ايه؟ يعني لو كان بختبر الجنس فالاي ده ممكن يبقى كلمه ذكر او انثى. طب لو بختبر الديانه مسلم مسيحي او غير كده. طب لو مختبر انه متزوج متزوج او غير متزوج. بس انا هنا في برنامج كنت عايز اقول له ايه؟ ان لو الاي طلعت بواحد اكتب لي كلمه ون. يبقى الكيس دي يعني ايه؟ بتقول له يا سويتش اختبر الاي، الكيس الاولى اكتبيها هنا. ايه الكيس الاولى؟ انها تبقى رقم واحد، وده فعلا اكنك قلت له ايه في الكيس؟ الكيس دي بتعني اي بيساوي واحد، اي بيساوي واحد. عظيم جدا. ايه اللي هيحصل لو الاي كانت بواحد؟ قول له بقى هنا على طول وخش لجوه خمس مسافات، هتقول له سي اوت مين؟ سي اوت الوان وسيمي كولن. يبقى روح جاي كده على طول ونازل تحت زي ما انا كنت واقف كده مظبوط، واخش لجوه عشان ارتب برنامجي، فهقول له سي اوت المين؟ الوان. يبقى ده انتقال مشروط. طيب ماذا يحدث اذا كانت الكيس الاولى ان الاي ما بتساويش واحد؟ يعني كيس 1 دي كانك قلت له ايه؟ امشي كده لقدام كده، كانك قلت له، كانك اخبرته ان الاي بتساوي واحد. هي دي معناها. يعني بتقول له لو كانت الاي بيساوي واحد. تعالى كده ننفذ مع بعض، شوف ايه اللي هيحصل. ابدا نفذ البرنامج. فهقول له ايه؟ اختبر الاي، سي ان الاي اهي، دي جمل تعليق مش هتتنفس. واختبر الاي، الاي لو كانت بواحد ايه اللي هيحصل عندك؟ تعالى كده نشوف مع بعض. انتر، كتب لي كلمه 1. يبقى ده بالظبط نفس اللي حصل في اف. عظيم جدا. طب لو الكلام ده ما حصلش يا جماعه، لو الكلام ده ما حصلش، يبقى بكده بنقول ان هيتم تجاهل جمله سويتش. تعالى ننفذ البرنامج مع بعض مره تانيه ونتجاهل جمله ايه؟ جمله سويتش. فاروح جاي هنا كده وهقول له ان الاي كانت برضه بتسعه. لما قلنا بتسعه هيقول لي بريست كيني كي، وطنش جمله سويتش لان الاي ما كانتش بواحد، فطنش الحاله الاولى. عظيم جدا. بكده بنكون شرحنا وجه الشبه ما بين سويتش وما بين جمله ايه؟ جمله اف. يبقى كده عرفنا ان جمله اف وجمله سويتش الاثنين زي بعض، والاثنين من جمل الانتقال المشروط. طيب ايه اللي كنا بنعمله في جمله اف لو عايز اقول له ان الاي ليها اكثر من حاله؟ كنا بنعمل ايه؟ اول حاجه، طيب الحاله الثانيه في جمل اف، لو انا جيت كده حولت الجمل دي لجمل تعليق زي كده وجيت رجعت لجمله اف مره ثانيه، فكنت عايز اقول له لو كتب واحد اعمل الكلام ده، ولو ما كتبش واحد هقول له ايه؟ كان بيطنش جمله اف. طيب في جمله اف كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل ان انا كنت بقول له ايلس، بقول له لو كتب واحد اكتب لي كلمه 1. ايلس يعمل ايه؟ ايلس ان انت كنت تكتب لي سي اوت، اكتب لي كلمه مثلا وليكن رونج، ان انت كتبت خطا. ايه اللي بيساوي كلمه ايلس في جمله سويتش كيس؟ هنعرف دلوقتي، بس لما نشوف ايه اللي بيحصل لما كنت بكتب مثلا كده مثلا وليكن اي حاجه، فكنت بكتب كده مثلا، هاجي اقول له كده بعد اذنك وريني الناتج. فلو كنت جيت كتبت واحد كان بيقول لي ايه؟ كان بيقول لي كلمه 1. ولو ما كتبتش واحد كان بيعمل ايه؟ كان بيتجاهل. لا ما بيتجاهلش، كان بيروح ينفذ اللي موجود بعد جمله ايلز، كان بيروح ينفذ الموجود بعد جمله ايلز. عظيم جدا. تعالى كده نجرب بقى مع بعض. لو انا جيت كده نفذت نفس البرنامج وكتبت رقم 9 اللي كتبته من شويه، اللي هيحصل ان هو طبعا مش هيطنش جمله اف، هينفذ اللي موجود بعد كلمه ايه؟ ايلز. يبقى لو الشرط اتحقق بينفذ اللي بعد اف، ولو الشرط ما اتحققش كان بينفذ الموجود بعد كلمه ايلز. ايه بقى في سويتش كيس اللي بيساوي الكلام اللي انا قلته ده دلوقتي يا جماعه؟ اللي في سويتش كيس بيساوي الكلام ده هي جمله هناخدها دلوقتي مع بعض اسمها ديفولت. اسمها ايه؟ اسمها ديفولت. يبقى الجمله دي بتقول ايه؟ بتقول ان هو ولا كيس اتحققت نفذ اللي موجود بعد كلمه ديفولت. ماشي كده؟ عظيم جدا. هنروح جايين محولين كده الاف دي، او ممكن نلغيها بقى خالص، او نحولها كده لجمل كومنت زي كده اهو، زي ما كنا شغالين من شويه، علشان خاطر نرجع نشتغل على السويتش كيس مره تانيه.
بقول له سويتش الاي، اختبر الاي، وبعد كده بفتح القوس بتاعي. في الكيس الاولانيه اذا كانت الاي يعني بتساوي واحد، سي اوت الكلام ده. طب لو الكلام ده ما حصلش اعمل ايه؟ لو الكلام ده ما حصلش وكانت الاي بتساوي واحد، اللي بيساوي الكيس هنا يا جماعه هي كلمه ديفولت. كلمه ايه؟ ديفولت ونقطتين. يعني بتقول له ان ما كانتش الاي بيساوي واحد، يبقى الديفولت دي اللي هي ايه؟ الديفولت دي اللي هي بتساوي لك، اللي هي بتساوي عندك، بتساوي عندك ايه؟ اللي هي بتساوي، تساوي جمله ايلس، اللي هي لما بتقول له ان لو ما حصلش الكلام ده اعمل ايه؟ لو ما حصلش الكلام ده اللي هو كنا بنقول له سي اوت، ان اكتب لي ان انت ايه؟ ان انت خطا. يبقى ايه هنا في جمله سويتش كيس اللي بتساوي ايلس؟ ها؟ اختبر الاي. اذا كانت الاي كيسها بواحد يعني الاي بتساوي واحد، سي اوت الكلام ده. طب اذا الكلام ده ما حصلش يبقى الديفولت بتاعك ان انت تطبع لي على الشاشه كلمه رونج. عظيم جدا. تعالى كده نجرب مع بعض ونشوف ايه النتيجه اللي هحصل عليها. لما باجي انفذ البرنامج بتاعي اذا كانت الاي بيساوي واحد، سي ان الاي، الاي بواحد، كتب لي كلمه 1 وكتب لي كلمه رونج. ليه بقى كتب لي كلمه 1 وكتب لي كلمه رونج؟ هنعرف دلوقتي السبب مع بعض. السبب ان في جمله سويتش كيس بيبقى عندي حاجه مختلفه تماما اسمها بريك. يعني ايه بريك؟ يعني بتقول له نفذ الحاله الاولى، وبعد الحاله الاولى اعمل لي بريك، يعني وقف البرنامج عشان ما نحصلش على النتيجه دي. يبقى بتقول له كيس 1 لو الاي بيساوي 1 سي اوت الكلام ده. وبعد ما سي اوت الكلام ده يا جماعه في عندنا هنا جمله اسمها جمله ايه؟ اسمها جمله بريك. يعني ايه؟ يعني بتقول له اطبع لي واحد وبعد كده بريك، يعني خلص البرنامج وانهي البرنامج بتاعي. بريك، وبعد كده بعد بريك بنكتب ايه؟ بعد بريك هنكتب ايه؟ هنحط حرف السيمي كولوم. عظيم جدا. يبقى اذا برضه خدنا هنا معلومتين جداد. المعلومه الاولى ان انت بتقول له كيس 1 ان الاي لو بتساوي واحد اكتب لي الجمله دي. طب لو عايز يكتب لي كذا جمله اكتب لي الجمله دي، واكتب لي كمان جمله سي اوت كمان مره، او خمس جمل او ست جمل براحتك خالص. المهم انك بعد ما تخلص جملك بتكتب له كلمه هنا اسمها بريك. بريك يعني ايه؟ يعني بتقول له لو سمحت اعمل ايه؟ اعمل انهاء لجمله سويتش، ما تخشش في اي حاجه ثانيه. طيب لما نيجي ننفذ على كلمه بريك اللي انا علمت لك عليها دي كده، شوف ايه اللي هيحصل. اكيد مش هيكتب لي 1 ولا 2، هيروح جاي يعمل ايه؟ قلت له سي ان، سي ان، سي ان الاي، قلت له الاي بواحد، فكتب لي 1 مرتين، اللي هي المره دي والمره دي. طب ايه اللي خلاه ما كتبليش كلمه رونج وكلمه 1 مرتين؟ ان جمله بريك بتتسبب ان البرنامج بعد ما يطبع الكلام اللي موجود هنا ما يخشش في الديفولت ولا في اي حاجه ثانيه. يبقى تاني بقول له اختبر الاي، لو الاي كانت بواحد كيس 1، يعني الاي كانت بتساوي 1، اطبع لي الجملتين دول، خمس جمل، ست جمل، 10 جمل براحتك، وبعد كده اعمل ايه؟ بريك، يعني ما تخشش في الديفولت ولا في اي حاجه ثانيه. تعالى كده بقى ننفذ ماذا يحدث اذا حصل عندك عمليه الايه؟ عمليه الديفولت. ممتاز جدا. نجرب كده مع بعض. تعالى كده نجرب مع بعض، وهقول له المره دي نفذ لي البرنامج بس مش هكتب ايه؟ مش هكتب 1 عشان يخش لي في الجزء الخاص بايه؟ بجمله ديفولت. جيت قلت له نفذ لي السويتش كيس، قلت له السويتش كيس كانت بتسعه، انتر. عمل ايه؟ طنش الكيس 1 انها مش بواحد، وطنش اللي جواه اللي هي سي اوت 1 وسي اوت 1 وبريك، ودخل نفذ اللي موجود مين؟ اللي موجود بعد ديفولت. يبقى كده في الفيديو ده خدنا معلومتين جداد. المعلومه الاولى يعني ايه بريك وبتستخدم مع كيس ويعني ايه كلمه ديفولت اللي بتساوي ايلز. ماشي كده يا جماعه؟ عظيم جدا جدا. طيب ايه بقى اللي هيحصل لو انا كان عندي ان الاي كانت اكتر من احتمال؟ يعني احنا خدنا برنامج مثلا اللي هو كان خاص بايام الاسبوع، فكنا بنعمل ايه؟ بقول له ايه ان الاي كانت بواحد، اطبع لي كلمه السبت. وايلس ايه ان الاي كانت باثنين، اطبع لي الحد. وايلس ايه ان الاي كانت بثلاثه، اطبع لي الاثنين. وايلس ايه الاي كانت باربعه، وهكذا لحد جمله ايلس. احنا خدنا اللي بيساوي جمله ايلس هنا عندنا هي كانت جمله ايه؟ ديفولت. تعالى بقى نمسح الكلام ده كده ونشوف ايه اللي انا عايز اكتبه لو كانت عندي اكتر من حاله. يبقى اذا سويتش كيس ينفع انها تتعامل مع جمله واحده فقط، وينفع انها تتعامل مع احتمال واحد فقط، وينفع انها تتعامل مع اكتر من احتمال.
كنت بقول له لو كانت يعني بفرض ان المثال بتاعنا كنا بنعلم طفل صغير يكتب كلمه 1 و2 و3، فبقول له لو كان الاي اختبرها اف ان الاي كانت بواحد يبقى كيس 1 اعمل الكلام ده وبريك توقف. طب لو ما كانتش بكيس 1 يبقى احتمال تكون بايه؟ تكون مثلا بكيس 2. يبقى الحاله الثانيه بتروح جاي يعملها هنا بس بتقول له ايه؟ يبقى دي الحق لو الاي كانت بواحد ينفذ الكلام ده بس ويتوقف وما يروحش لاي حاجه تانية. طب ولو ما كانتش ب1 تبقى ب2، يبقى بقول له لو ما كانتش بواحد هيتجاهل الكيس دي ويخش على الكيس 2 يشوفها. طب ولو ما كانتش بواحد ولا باتنين يبقى يتجاهل كيس 1 وكيس 2 ويروح داخل على طول منفذ اللي موجود مين بعد الديفولت. يبقى كانك قلت له اف وايلس اف، اف ان الاي بواحد ينفذ الكلام ده، ايلس اف ان الاي باتنين ينفذ الكلام ده. طب ما كانتش بواحد ولا باتنين يروح على طول نازل على ديفولت. تعالى كده ننفذ مع بعض البرنامج ده. قلت له دخل الاي والاي اختبرها، اف ان الاي بواحد هينفذ من اول كيس لحد بريك، لو ما حصلش يخش على كيس 2، لو لقاها فعلا باتنين يروح جاي منفذ من اول كيس 2 لحد بريك، ولا ده ولا ده يعمل اللي بعد مين؟ اللي بعد ديفولت. والبرنامج ده مهم جدا عشان نقدر نركز مع بعض. اولا هقول له تعالى كده نفذ معايا البرنامج نتفرج عليه مع بعض. اول مره هعمل ايه؟ هدخل ان الكيس كانت بواحد، يروح على طول جاي كاتب ايه؟ 1. طب ليه ما دخلش في كيس 2 ولا ديفولت؟ لان بريك اللي في كيس 1 دي خلته توقف وما قدرش انه يكمل البرنامج كله. ودي الحالة الأولانية عندي إن الكيس واحد فكتب كلمة 1، وهنحفظ المثال ده كده على أساس إنه إيه؟ إنه واحد. ونعلم كده مع بعض إن اللي اتعلم هنا واللي اشتغل إيه؟ واحد، علشان كده راح جاي كاتب لي هنا إيه؟ كلمة 1. ممتاز جدا. طيب بعد كده إيه اللي هيحصل؟ هننفذ نفس البرنامج وندخل الأي بكام؟ الأي باتنين. يبقى ننفذ كده البرنامج مع بعض وهقول له المرة دي الاي كانت باتنين. بقى ايه اللي حصل؟ تجاهل كيس 1 لان الاي ما كانتش بواحد، فراح للكيس 2 لان الاي كانت باتنين فراح كاتب كلمة 1. لا انا عايز بقى لما تبقى باتنين اكتب لي كلمة ايه؟ اكتب لي 2 2. وانفذ مرة تانية. تعالى كده نجرب مع بعض. ها هنكتب 1، لا هنكتب المرة دي 2. ايه اللي حصل؟ كتب لي 2 و2. ليه؟ لان الاي المرة دي كانت باتنين، وبناء عليه تجاهل 1 ودخل في مين؟ ودخل في 2. ها يبقى لما الكيس كانت باتنين راح على طول على الجزئية دي كده ونفذ لي كيس 2، وعلى طول هنا راح كاتب لي ايه؟ على طول راح كاتب لي ان 2 وتجاهل 1 وتجاهل ديفولت. عظيم جدا. طيب ايه اللي هيحصل بقى لو ما كانتش الاي بواحد ولا باتنين؟ يعني انا لو جيت نفذت البرنامج فهيشوف ان الاي ما لقاهاش بواحد ولا لقاها باتنين، اي حاجه تانية غير الاتنين دول، وليكن مثلا ان انا كتبت اي حاجه تانية او كتبت رقم بالسالب او عملت اي حاجه وقلت انتر على طول، يبقى مش قصدك ان انت واحد ولا قصدك اتنين ولا ديفولت. نركز بقى مع بعض في الجزئيه دي. كيس واحد يعني ايه؟ اكنك قلت له هل الاي بواحد؟ طب وكيس اتنين مش معناها الحاله التانية دي؟ انت قلت له هل الاي كانت بتساوي 2 مش معناها الحالة التانية؟ لا ده انت بتقول له الاي بتساوي 2 ولا لا؟ بتقول له الاي بتساوي 2 ولا لا؟ فعشان كده لما كانت مش بواحد ولا باتنين عمل اللي بعد ديفولت. لتقريب المثال ده وعشان يوصل لأذهاننا اكتر هناخد مثال اخر ونفهم قصدنا ايه بالكلام ده. يبقى نركز جدا وناخد بالنا ان لما بقول له كيس 1 مش معناها ان الحالة الاولى يعني ولا كيس 2 يعني الحالة الثانية، لا معناها هل الاي في الحالة الاولى كانت بواحد. طب تعالى كده نقرب المثال زي ما انا قلت من شوية، نقرب المفهوم بمثال اكتر. هنعمل ايه؟ هنخلي الاي تبقى تشار، والمتغير التشار بياخد حرف، وهقول له ايه بقى؟ اختبر الاي. فالاي مش هتبقى بواحد، ده الاي ممكن تبقى باي حاجة، بواحد باتنين بحرف الاي بحرف البي بحرف الاس. فهقول له اف ان الحاله الاولى كانت الكيس الاولى ان الايه، وطبعا طالما ده متغير تشار يبقى لازم استخدم ايه؟ فصلتين علويتين سنجل كوتيشن. فبقول له هل الاي كانت بتساوي حرف الايه؟
لو الكلام ده حصل اطبع لي 1. طيب وهروح جاي على هنا بقى ما ينفعش كيس 2 لان ده متغير اتشار، ممكن اقول له 2 بس لازم اقول له بين سنجل كوتيشن. هقول له هل الكيس الثانيه كانت بالبي؟ يبقى ممكن تقول له ايه، كيس A، كيس B، كيس 3، كيس H، كيس W، كيس Z، اي كيس تدخل مزاجك وتعجبك. طب ولا كيس اتحققت، نعمل اللي موجود فين؟ بعد الديفولت. عظيم جدا. تعالى كده بقى ننفذ البرنامج مع بعض. البرنامج ده يعمل ايه؟ عنده متغير من النوع الاتشار، ومنتظر ايه النوع الاتشار ده؟ النوع الاتشار ده هيقف يستنى انك تدخل له يا حرف الاي يا حرف البي اي حاجه ثانيه. فاذا قلت له ايه هيروح على طول منفذ لك اول كيس اللي هي كان سي اوت الايه ال1. ممتاز جدا. طيب ولو ده ما حصلش هيروح على الحاله الثانيه ويشوفها كانت بتقول ايه. يبقى هنا قلت له ان لو كانت الكيس دي اللي اتنفذت على طول روح اعمل لي ايه، اطبع لي 1 زي ما هو باين قدامنا كده، ونحفظ الكلام ده عندنا. يبقى كده خلي بالك ان مش قصدي كيس واحد، لا ده انا قصدي ان الكيس دي الاي بكام، يعني اللي بيجي بعد كلمه كيس هي قيمه للاي، كانك بتقول الاي بتساوي كذا. فلو كان متغير اتشار قلت له ان الكيس بتساوي ايه، لو كان متغير او بي، لو كان متغير انتجر بتقول له 1، لو كان فلوت بتقول له مثلا 10.5 وهكذا. تعالى كده ننفذ نفس البرنامج مره ثانيه ونقول له ان المره دي ان كانت بحرف البي اهو، وهقول له انتر، قال لي على طول 2 لان بالفعل الاي كانت بتساوي الكلام ده. وتعالى كده نحفظ مع بعض. طيب لو انا قلت له اي حاجه غير الاثنين دول اهو في البي، عظيم جدا، كانت بتروح جايه طبعا لك الايه، كانت بتروح جايه طبعا اللي هو ايه الكلام اللي قدامنا دون، هو كان بيطبع لك ايه 2. ممتاز جدا. تعالى بقى نجرب اي حاجه تانيه غير الاثنين دول. هروح جاي كده قايل له نفذ لي كده بعد اذنك، واكتب اي حاجه تانيه حتى اي رقم زي المره اللي اكتب 1، عشان كنت المره بكتب 1 قال لي ايه رونج، لان الواحد ده لا هو الايه ولا هو البي. اتمنى اكون وصل الفرق بين كيس، يعني انت بتشوف القيمه اللي بعد كيس بتساوي الاي ولا لا، ويكون وصل الفرق ما بين ان كيس مش معناه 1 ولا 2، يعني معناه هل اللي جاي بعد الكيس ده بيساوي الاي ولا مش بيساويها. يبقى قلنا هنا ان سويتش اي بتختبر قيمه الاي، فاما تكون القيمه دي او القيمه دي، يبقى كانك قلت له هل الاي بتساوي اول كيس اللي هي القيمه دي، هل الاي بتساوي القيمه اللي في الكيس دي. طب ممكن اعمل قد ايه؟ اي عدد من دول. طيب السؤال دلوقتي بريك اجباري ولا افتراضي؟ لا ده بريك دي على فكره اختياريه. طب ديفولت اجباري ولا اختياري؟ برضو ديفولت اختياريه. تعالى كده نشوف عدد من الامثله عشان نقدر نفهم الكلام ده. المثال الاول عندنا اللي هو المثال اللي كنا بنعمل فيه، بقول للراجل عرف لي متغير انتجر اسمه اكس، وهات لي الرساله دي على الشاشه، وبعد كده ادخل قيمه الاكس. وبما ان الاكس انتجر، اذا كانت الاكس قيمتها بتساوي 1 يبقى نفذ كلمه ايه، اكتب كلمه 1 وتوقف، بريك يعني توقف. طب اذا كانت ان الاكس ب 2 اكتب لي كلمه 2 وتوقف، اذا كانت الاكس ب 3 اكتب 3 وتوقف، ان كانت الاكس ب 4 اعمل الاكس ب 4 زي ما انت عايز، ممكن تعمل اي عدد. واذا كانت الاكس لا ب 1 ولا ب 2 ولا ب 3 كما في هذا المثال، اعمل ايه، اخرج من سويتش كلها وتجاهلها كانها مش موجوده، ودي تشبه اللي هي كانت اف الحاله الاولى. يعني انا على سبيل المثال لو جيت على الديفولت دي كده وعملتها على انها كومنت اهي، وجيت هنا كده عملت الديفولت دي على انها ايه كومنت، ايه اللي هيحصل لما اجي انفذها؟ بص كده لو دخلت الاي بايه هيعمل الكلام ده، ببي هيعمل الكلام ده. طيب دخلتها باي حاجه ثانيه في الحاله دي هيقول لي بريس اني كي، لان هو هيتجاهل اصلا جمله سويتش بالكيس الخاص بيها، لان الاي ما كانتش باي كيس من الكيسات اللي موجوده في الجمله بتاعتي. طيب كلمه بريك دي قلنا يبقى دي اختياريه، بريك دي اختياريه، اختياريه، يعني لو جيت عملت دي كده انها ايه، انها برضو ايه اصبحت تعليق. وجيت نفذت مره ثانيه هذا البرنامج، يا ترى ايه اللي هيحصل اهو؟ تعالى كده ننفذ مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل. اللي هيحصل عندي ان انا لو كتبت حرف الاي وقلت له انتر هيكتب 1 وينزل يكتب 2 وبعد كده يعمل بريك،
ليه؟ لان بريك اللي هنا اصبحت مش موجوده. فلما اقول له ايه؟ قال لي 1 وبعد كده قال لي 2. ايه السبب انه قال لي 1 و2؟ السبب انه قال لي 1 و2 ان هنا البريك دي اتلغت، فعشان كده بعد ما بينفذ اللي هي سي اوت 1 بينزل على سي اوت 2 ويرجع البريك دي تخليه يقف. طيب لو ما كانش فيه بريك خالص كان برضو هيطبع كل الجمل اللي جايه بعد كده لحد ما يلاقي بريك توقفه او يخلص جمله سويتش. يبقى بكده المثال اللي قدامنا عرفت ان انا لما قلت له، لو قلت له 1 هيكتب لي 1، 2 هيقول لي 2، 3 هيقول لي 3، قلت له اي حاجه تانية زي 4 زي ما هو في المثال اللي قدامنا كده هيعمل ايه؟ هيتجاهل جمله سويتش والكيسز الخاصه بيها ويكمل وينهي البرنامج بعد كده. المثال اللي بجواره هو نفس المثال بالظبط، بس ضفت انا الجمله الاختياريه اللي اسمها جمله ايه؟ اللي اسمها جمله ديفولت. يا ترى في جمله ديفولت دي ايه اللي موجود عندي؟ في جمله ديفولت قلت له سي اوت 1 وبعد كده قلت له سي اوت 2 وبعد كده قلت له سي اوت 3. يبقى لو المستخدم دخل الاكس ب1 يكتب 1، المستخدم دخل الاكس ب2 يكتب 2، المستخدم دخل اكس ب3 يكتب 3، المستخدم لا دخل لا 1 ولا 2 ولا 3 ولا اي حاجه، ضفت هنا اللي هي الديفولت فهيروح كاتب لي ان دي لا كانت 1 ولا 2 ولا 3. في المثال قدامنا كتبت 1 قال لي ايه؟ قال لي 1. جيت هنا دخلت 2 قال لي 2. جيت دخلت 3 قال لي 3. جيت دخلت 4 لما دخلت هنا 4 قال لي ان دي ما كانتش جابت الا 1 ولا 2 ولا 3 لانه استخدم اللي موجود بعد ديفولت. انما هنا لما استخدمت 4 خرج من كل سويتش كيس وكمل البرنامج، فليه البرنامج خلص فقال لي بريس ان كي. انما هنا طالما في ديفولت في حاله وجود اي كيس بيساوي قيمه الاكس اللي انت دخلتها بينفذ الموجود بعد الديفولت. مثال جديد بقى عشان نعرف اهميه جمله بريك، وزي ما انا قلت ان جمله بريك في الامثله ممكن تكون اختياريه وممكن تكون اجباريه. عملت برنامج هنا بكل بساطه بيقبل منك متغير انتجر اسمه رقم الشهر. بعد كده قلت لك دخل رقم الشهر، وبعد كده قلت لك ايه؟ اختبر رقم الشهر. اذا كان بواحد اللي هي كيس 1، بص بقى مفيش كده بريك اهو، اعمل ايه؟ اكتب لي سي اوت يناير والعلامات دي من قدام ومن ورا وبعد كده اند لاين. اذا كان رقم الشهر ب2 اكتب لي فبراير وبعد كده اند لاين. يبقى انا كده لغيت بريك ولغيت ديفولت في حاله عدم وجود بريك وفي حاله كمان الاستغناء عن الديفولت لان الاثنين اختياري، لحد ان رقم الشهر يكون بكام؟ ب 12. طيب اذا رقم الشهر كان بصفر او بسالب او اكتر من 12 مش هيقابله ولا كيس، وبالتالي هيتنش جمله سويتش كلها وينهي الايه؟ البرنامج. جه المستخدم لما جه نفذ البرنامج كتب 1، فايه اللي حصل؟ راحت موضوعيه الكيس الاولى فكتب لك ايه؟ يناير، وبما ان مفيش بريك فراح نازل كتب يناير فبراير مارس لحد ما وصل لحد الكيس 12 اللي هي كانت ديسمبر. فهمنا كده يا جماعه؟ يبقى كده ما كانش فيه بريك تماما. طب لو كنت كتبت 2 كان هيتجاهل 1 ويكتب فبراير مارس. طب لو كتبت 9 كان هيروح جاي من اول سبتمبر ويروح جاي في سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر. يبقى اذا الرقم اللي كان هيساويه السويتش حتى لو انا كنت كتبت ان المانث نمبر كان ب 10 كان هيطبع لي اكتوبر وينزل يكمل بقيه البرنامج بالكامل، فيكتب اكتوبر نوفمبر ديسمبر. عظيم جدا، اللي هو يناير فبراير زي ما انتم شايفين كده قدامكم بالظبط. يبقى ده المثال اللي احنا استغنينا فيه عن كلمه بريك او جمله بريك، وزي ما انا قلت ان جمله بريك اختياريه ممكن نخليها وممكن نحذفها. هنشوف هنا بقى لما انا جيت في الحاله الثالثه، في الحاله الثالثه اهو جيت رحت جاي عامل ايه؟ رحت جاي عامل كتبت كلمه بريك بعد رقم كام؟ 3. يبقى كلمه بريك او جمله بريك هتيجي مع الكيس الثالثه بس، انما الكيس الاولى ما فيهاش بريك، الكيس الثانيه ما فيهاش بريك، الكيس الثالثه برده ما فيهاش بريك ولا اي كيس ثانيه، هي في رقم 3. فلما جيت انفذ البرنامج رحت عامل ايه؟ رحت كاتب 1، فلما كتبت 1 كتب يناير فبراير مارس بريك، فكتب يناير وفبراير ومارس وراح عامل بريك، فراح جاي متجاوز ومتجاهل من اول 4 لحد 12. طب لو انا كنت كتبت 7 ان المانث نمبر كان ب 7 يروح كاتب ايه؟ 7 و8 و9 لحد 12. ليه؟ لان مفيش بريك. طب لو كتبت ان كان الشهر ب 3 كان يكتب مارس وبس ويعمل بريك. ماشي يا جماعه؟ فهمنا المثال ده كده بيقول ايه؟ وممكن مع بعض نبقى نجربه بعد كده او ممكن نعمله حتى كده ايه؟ مع بعض.
فقلت له اختبر الاي اذا كانت الاي بواحد اهو وراه جاي حتى كاتب دي كده جنبيها هقول له اكتب لي ايه ممكن نمسح ده كده كله ممكن نتراجع كده بس ونمسح كل الكومنتات دي اهو واروح جاي مسح كل الكلام ده كده خلاص ونقفل القوس الخاص بالسويتش وبعد كده اروح جاي عامل ايه كنترول سي واقول ان دي لو كانت 2 اكتب مثلا هنا مثلا ايه شهر 1 وهنا لو كانت دي ب2 اقول له اكتب شهر 2 ولو كانت ب3 اكتب شهر 3 مش هكتبهم بقى بالاسماء اهو يبقى هنا لو كانت دي ب3 يكتب لي هنا 3 وممكن افضل اكمل كده لحد مثلا ايه 6 اهو لحد ما اوصل ايه ل6 ده على سبيل المثال يعني يبقى 1 2 3 4 5 6 اعمل هنا برضو اكتب 6 وهنا 5 وهنا 4 تعالى كده ننفذ ورا مع بعض كده ونشوف البرنامج لو قلت له اتفضل نفذ وجيت كتبت 1 يا ترى ايه اللي هيحصل اهو 1 انتر عمل ايه لان انا كنت عامل الاي تشار فدي خطا هنا هعمل الاي بس انتجر اي وتعالى كده ننفذ مع بعض نشوف ايه اللي هيحصل واجي هنا كده اكتب 1 انتر كتب ايه لما انا كتبت 1 قال لي 1 2 3 4 5 6 ليه لان مفيش اصلا بريك وقفته يبقى ده كده اول مثال خدناه اهو لو انا كتبت ايه 1 طيب يبقى انا كده لما كتبت 1 اهو انا كتبت انا الواحد ده كتب هو ايه الواحد لحد 6 عظيم جدا نقول كده دي رقم 1 تعالى كده ننفذ نفس البرنامج مره تانيه وهنكتب مثلا 4 ايه اللي هيحصل لما انا كتبت 4 كتب هو من 4 لحد 5 و6 وهكذا اهو كتب 4 5 6 كتب 4 5 6 انا كتبت مين انا كتبت الاربعه دي وهو كتب 4 5 6 لانه بدا ايه تجاوز 1 و2 و3 فدخل من اول 4 من هنا وكتب 5 وايه و6 عظيم جدا طيب تعالى كده المره دي نكتب ايه تعالى كده المره دي نروح كاتبين بقى ايه 6 بس يبقى كده انا قلت له تجاوز من اول 1 و2 ونخش على 6 فكتب لي هو ايه 6 فقط ممتاز جدا ايه بقى اللي يحصل لما نضيف بريك هنشوف دلوقتي مع بعض يبقى انا كده كتبت 6 فهو دخل من اول ايه من اول 6 اهي ورا جاي ايه طبعها تعالى كده بقى نجرب مع بعض كده ونعمل بريك في اي مكان وليكن مثلا هنا كده مثلا نروح جايين بعد 3 ونقول له بريك ونقول له بريك وسيمي كولون لما اجي انفذ كده بصوا بقى يا جماعه لو انا كتبت 1 هيقول ايه انا كتبت 1 راح كاتب 1 و2 و3 وبريك خليته تجاهل 4 و5 و6 والكلام ده اتفقنا عليه من شويه اهو انا كتبت هنا ايه كتبت هنا 1 الواحد دي هتمشي مع الكيس الاولانيه ممتاز جدا طب ماذا يحدث لو انا كتبت 3 تعالى نكتب 3 اهو هنكتب هنا ايه 3 انتر التلاتة عمل ايه كتب 3 ولقى بريك فرحت مخليها موقف طيب ماشي برضو لو انا كتبت بقى 5 مفيش بريك عند 5 انا كتبت هنا 3 فجت معاها كيس ايه 3 هتمشي مع دي يبقى الثلاثة دي كده اهي الثلاثة دي ماشية مع الثلاثة دي ممتاز جدا تعالى بقى نكتب المرة دي كام نكتب المرة دي 6 هننفذ البرنامج ونكتب 5 او نكتب 6 لما كتبنا 5
يبقى 5 يتجاهل 1 و2 و3 و4 و5 خليته جه كام؟ جه عند 5 طبعا 5 وكتب 6 لان برده مفيش بريك قدرت توقفه. وبكده عرفنا اهميه جمله بريك وعرفنا يعني ايه جمله بريك وعرفنا ان جمله بريك اختياريه. وبرده زي ما انا قلت اهو اديني انا كتبت 5 ادي الخمسه بتاعتها اهي 5 وادي 5 واقول له سيف مفيش مشكله خالص. وبكده بنكون عرفنا ان بريك اختياريه ممكن اخليها وممكن ان انا احذفها. معانا هنا مثال مهم جدا اهميته ان بيقول لك ان اف والس اف وسويتش كيس الاثنين زي بعض بالظبط مع اختلاف طريقه الاستخدام. فعندنا هنا مثال بيقول لك بالسويتش كيس ان انت بتدخل رقم اليوم وهو بيكتب لك اليوم المقابل ليه. فبيقول لك ان انت لو كتبت 1 هكتب لك كلمه الحد يوم الحد واعمل بريك، لو كتبت 2 هكتب لك الاثنين وبريك على اساس ان اليوم بيبدا بالحد زي الاجانب كده. لو قلت 3 4 5 6 7 6 فرايداي وبريك 7 ساتردي. طب لو دخلت اي رقم اقل من 1 او اكتر من 7 الديفولت ان هكتب لك كلمه ايه ايرور. فجيت انا كتبت 5 كتب لي ثرزدي. نفس المثال بالظبط معمول باف والس اف، ان انا اقول له اف ان الدي نمبر اللي هو المتغير اللي بياخد رقم اليوم بيساوي 1، سي اوت ساندي اللي هو يوم الاحد اللي هو كيس 1، ايلس اف ان الدي نمبر بيساوي 2 اعمل ايه؟ اكتب لي يوم الاثنين. لحد ايلس اف ان الدي نمبر بيساوي 6 اكتب لي فرايداي. ايلس اف ان الدي نمبر بيساوي 7 والديفولت اللي هي ايلس من غير اف سي اوت ايرور والاثنين وهكذا. اي برنامج انت درسته قبل كده او موجود او معمول بجمله اف ايلس اف او باف بس ينفع يتعمل بجمله السويتش مع الكيس. عشان كده البرنامج ده كان مهم جدا بالنسبه لنا. واي برنامج معمول قبل كده باف تستطيع انك دلوقتي تكتبه بجمله السويتش. يبقى لو ما حددلكش اعمل لي برنامج وما قالكش استخدم السويتش كيس او استخدم الاف، استخدم اي حاجه من الاثنين تعجبك. بعد كده عندنا برضو مثال تاني ده يوضح لنا السويتش كيس بتشتغل ازاي. المثال اللي عندنا بسيط وسهل جدا والغرض منه انه يقول لك ان ممكن تستخدم السويتش كيس والاف مع بعض في نفس الوقت، او تستخدم كل واحده لوحديها او تستخدم الاثنين مع بعض. القصه ايه؟ انت بتدخل اي رقم وعندك اختيارين، الاختيار الاول اللي هو رقم 1 هيقول لك الرقم ده زوجي ولا فردي، والاختيار الثاني يقول لك الرقم ده اكبر من الصفر او اصغر من الصفر. فهنعمل عندنا كام متغير؟ 2. الاول من النوع الانتجر وده بنعبر بيه عن الرقم نفسه، والتاني عن اللي احنا عايزين نعمله في الرقم. فهقول له ايه؟ من فضلك دخل الرقم سي ان النمبر. يبقى النمبر دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر لي عن الرقم المراد ادخاله. فجيت انا دخلت الرقم، بعد ما دخلت الرقم هيقول لك من بيقول لك بعد كده اختار انت عايز تعمل ايه؟ هل عايز تعرف هو زوجي ولا فردي؟ ولا عايز تعرف هو اكبر من الصفر او اصغر من الصفر؟ فلو انت اخترت 1 يبقى انت عايز تعرف الرقم ده زوجي ولا فردي. واذا انت اخترت 2 واذا انت اخترت 2 هيقول لك 1، واذا اخترت 2 هيقول لك الرقم ده اكبر من الصفر ولا اقل من الصفر. طيب نشوف كده مع بعض. انا رحت جاي قلت له سويتش اختار ايه؟ سي ان اللي هو المتغير الخاص باختبار الرقم. لو انت كتبت 1 يبقى الكيس بتاعتك اللي تشيك بتاعك 1 هتروح داخل جوه الكيس 1 تعمل جمله اف، هتقول له لو كان الرقم بيساوي 0 باقي القسم بتاعه المفروض بيساوي 0، في هنا غلط كده عايزين نعدله، هقول ان لو كان باقي القسمه بيساوي 0، هعدل بس الخطا ده. عالجنا المشكله. طيب قلنا يبقى ايه؟ يبقى انا عندي كده نراجع تاني مع بعض. قلنا ان انا عندي كده ايه؟ اول حاجه عندي متغير خاص بالرقم، رقم 2 متغير اسمه تشوز تشيك ان انت اختار الاختبار اللي انت عايزه. فالاختبار ده يا اما يكون 1 فيقول لي الرقم زوجي او فردي، يا اما يكون 2 هيقول لي الرقم ده اكبر من الصفر او اقل من الصفر. عظيم جدا. فاول حاجه اقول له ايه؟ سي ان النمبر، دخل الرقم بتاعك. فجيت انا دخلت الرقم كام؟ 3.
ممتاز، دخلت الرقم كام؟ 3. فهيقول لي الرقم ده بيكون زوجي ولا بيكون فردي؟ وهيقول لي الرقم ده بيقبل القسمة على إيه؟ على أكبر من الصفر أو أقل من الصفر. أول اختيار عندنا سي إن النمبر، دخلت النمبر الرقم بتاعك، دخل الاختيار اللي تشوز تشيك، اختار الاختبار اللي أنت عايزه. فهعمل إيه؟ هعمل سويتش، هختبر هذا المتغير. إذا أنا كتبت واحد ينفذ الحالة الأولى اللي بتقول قول لي الرقم ده زوجي أو فردي، ولو دخلت 2 هيقول لي الرقم ده أكبر من الصفر أو أقل من الصفر، ولو دخلت أي رقم غير 1 أو 2 في الديفولت هيقول لي إن أنت عندك إيرور وعندك مشكلة. هروح جاي بعد ما دخلت الرقم خلاص وليكن رقم 3، هروح جاي هنا مدخل إيه؟ 1. فهيعمل إيه؟ عشان يعرف الرقم زوجي أو فردي بيروح جاي قاسم الرقم على في المية 2 اللي هو باقي القسمة على 2. فإذا كان 2 على 2 باقي القسمة بصفر يبقى الرقم ده زوجي ايفن، وإذا كان باقي القسمة 1 يبقى الرقم ده إيه؟ زوجي. فبقول له هل باقي القسمة على 2 بيساوي صفر؟ إذا كان نعم قول لي الرقم زوجي، وإذا كان لا قول لي إن الرقم إيه؟ الرقم فردي. ممتاز جدا. طيب إحنا قلنا قبل كده القصة دي في التكرار، قلت إذا كان باقي علامة في المية بتجيب لي بقى القسمة 101 على 2 في المية 2 باقي القسمة يبقى كام؟ 101 فيها الواحد بس لأن فيها 50 ويتبقى 1، يبقى في المية بتجيب باقي القسمة. يبقى بالطريقة دي قدرت عرفت تعرف رقم زوجي أو فردي. طيب إذا المستخدم أدخل إن الرقم كان 2 يبقى معناتها عايز يعرف الرقم ده أكبر من الصفر، فقلت له إيه إن النمبر أكبر من الصفر؟ هات لي رسالة بتقول إنه أكبر من الزيرو، إيلز هات لي رسالة بتقول إنه أقل من الزيرو. وإذا ما كانش إن هو دخل 1 أو 2 هات له بعض الديفولت اللي هو بيكون عندي الإيرور. يبقى المثال ده وضح لنا إزاي ممكن أدمج السويتش كيس مع جمل إف، إن الإف أصبحت كيس من الكيسات زي ما حضرتك شايف. يبقى تاني البرنامج ده بياخد من المستخدم اختيارين وبياخد منه رقم، الرقم أيا كان الاختيار الأول اللي هو 1 هيقول له الرقم ده زوجي أو فردي، طيب الاختيار التاني اللي ممكن ياخده منه يقول له ان الاختيار ده اكبر من الصفر او اقل من الصفر. هناخد بقى مثال جديد خالص ومثال رائع وممتع وهام في نفس الوقت. هو مثال ان انا بعمل آلة حاسبة. فاول حاجة قلت له ايه؟ قلت له دخل الاكس والواي. مين الاكس والواي؟ الرقمين اللي احنا عايزين نجري عليهم العملية، سواء كانت جمع طرح اسمة اي حاجة احنا عايزين نعملها. وممكن كمان نضيف باقي القسمة. وبعد كده هعمل متغير تشار اسمه الزد. بعبر بيه عن ايه؟ بعبر بالتشار دون عن اللي هي عملية الجمع او طرح اللي هي زائد ناقص ضرب اسمة. وبعد كده قلت له دخل الرقم الاكس ودخل الرقم الواي. وبعد كده برضو قلت له دخل التشار. واختبر التشار ده. لو كان التشار ضرب بضرب الرقمين في بعض. لو كان التشار جمع بجمع الرقمين، لو كان طرح بطرح الرقمين، لو كان اسم بقسم الرقمين، والا ان انا بقول له في الديفولت ان انت عملت ايرور. تعالى نعمل كده المثال ده مع بعض، يبقى عرفت ان انا عندي كام متغير وهنخليهم مثلا فلوت عشان ياخدوا اي ارقام. مفيش اي مشكله خالص اهو فلوت، وهناخد اكس كوما و اكس وواي وبلاش الاي دي خالص. وبعد كده سي ان مين؟ الاكس اللي هو الرقم الاول وسي ان الواي اللي هو الرقم الثاني. وبعد كده هعمل متغير اسمه تشار من نوع التشار ده، هيبقى اسمه ايه؟ زد. التشار ده طبعا اللي هو خاص بايه؟ خاص ده دول الرقمين دول علامه الرقمين، يعني عايز تجمعهم هتعمل التشار زائد، عايز تطرحهم هتعمل التشار طرح، عايز تقسمهم هتعمل التشار ايه؟ قسمه. بعد ما يدخل الاكس والواي هيعمل تشيك لمين؟ مش للاكس والواي، يعمل تشيك للزد، لان الاكس والواي ما لهمش لازمه. انا عايز اعرف ادخل علامه الزائد ولا الطرح ولا الناقص. عظيم جدا. هقول له بقى لو كانت الزد دي بتساوي، بما انها تشار، بتساوي عمليه الضرب او عمليه الجمع، اول حاجه اعمل ايه؟ على طول هيروح جاي قايل له اعمل سي اوت
هنظبط بس الجزء ده كده، الاكس زائد الواي اجمع لي الاثنين على بعض وانزل لي على سطر جديد، وبعد كده اعمل لي بريك واعمل ايه؟ بريك توقف، ونمسح دول كده كلهم ملهمش اي لازمه. طيب لو كانت يعني كده يختبر الزد، اذا كانت الزد فيها علامه الزائد يجمع الرقمين. طب واذا كانت علامه الضرب مفيش مشاكل، او علامه الطرح، لو كانت طرح اطرح مين الرقمين وبعد كده اعمل بريك. واذا كانت عمليه الضرب طبعا بحط بقى كل العمليات الحسابيه، ادي عمليه الضرب يروح جاي عامل ايه؟ عامل عمليه ضرب للرقمين ويتوقف. واذا كانت عمليه القسمه يروح جاي قاسم الرقمين على بعض ويتوقف. وممكن كمان نقول اذا كانت عمليه باقي القسمه، هقول له لو كانت عمليه في الميه، رمز في الميه اللي هو باقي القسمه، اعمل عمليه ان الاكس يبقى باقي القسمه بتاعها كام واعمل بريك. وطبعا نعمله بقى ديفولت لو ما كانش ولا رمز من دول. اذا كانت الديفولت ولا رمز من دول روح جاي قايل له ايه؟ قايل له سي اوت ايرور، ان انت عملت رمز خطأ. تعالى كده ننفذ البرنامج مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل. في عندي خطأ، راجع بس الخطأ الموجود عندي. كان الخطأ في علامة القسمة بس، ان احنا كنا ناسيين وعاملين سلاش بدل باك سلاش. طيب لو جينا كده نفذنا البرنامج ده مع بعض ونمشي معاه خطوة خطوة، اول حاجة بيطلب منك قيمة للمتغيرين الاكس والواي. فوليكن مثلا دخلت 4 انتر و4، يبقى الاكس ب4 والواي بكام؟ ب4. بعد كده بيقف منك سي ان الزد، يبقى المفروض ان احنا ندخل ايه؟ قيمة للاكس وقيمة للواي وقيمة للزد. بس معذرة، بما ان الاكس والواي جنب بعض ف4 مسافة 4 انتر، برضو بيديني ايرور، انا لسه ما لحقتش اوصل للزد. ننفذ ثاني البرنامج مع بعض، فندخل قيمه للاكس وقيمه للواي، وندخل رمز للاكس لان الاكس كانت للزد، لان الزد كانت من النوع الليتشر. لو جينا كده مع بعض ندخل الاكس، وقلنا مثلا الاكس ب4، وجينا هنا سي ان الواي ب4، وهنا عندي سي ان الزد. الزد بقى تبقى علامة ايه؟ يا زائد يا ناقص يا اما ضرب يا اما قسمة، فهقول له انها زائد، فقال لي الناتج ايه؟ 8. ليه؟ دخل جوه سويتش كيس فلقي ان الزد اللي هي دي كانت بتساوي الكيس الاولى بتاع الجمع، فلقي الجملة بتاعتها اجمع الاكس زائد الواي اللي هي 4 زائد 4 واطبع الناتج، فكان عندي طبيعي تبقى 8. طب لو جيت نفذت البرنامج مرة تانية وقلت له ان كانت 4 والواي ب4 ب5، وكانت العلامة بتاعتي بتاع الزد كانت ضرب، ايه اللي حصل؟ ليه ان علامة الضرب بتبقى 5 في 4 بيقول لك ب20. تعالى ننفذ البرنامج مرة تانية وناخد علامة في المية. هقول له ان 4 5 والواي الاكس ب5 والواي ب2، يبقى 5 على 2 وعلامه في الميه اللي هو بقى القسمه 5 على 2 فيها مظبوط 2 في 2 ب 4 ويتبقى 1، يبقى الناتج بتاعي كام؟ 1. مظبوط جدا. طيب ده شكل البرنامج بالشكل ده. تعالى كده نحفظ شكل البرنامج بالشكل ده الاول، وبعد كده نعمل تطوير في البرنامج. يا ترى ايه هو التطوير ده؟ التطوير ان انا الغي جمله بريك بحيث ان اي امر يدخل لي يعمل لي عليه جميع العمليات الحسابيه بلا استثناء.
تمام جدا. فلو جيت لغيت جمل بريك كده اهو كده، هعمل ايه؟ آلة حاسبة كاملة، اي رقم هيدخل لي هقول له ان الفيرست نمبر اللي هو الاكس، يبقى انا كده شلت البريك من كله. فعندي الفيرست نمبر اللي هو الاكس، والزد اللي هو ايه؟ النمبر اللي هو السكند نمبر. وهو كده هناخده كده حفظ، وده يبقى رقم 3 لما لغينا البريك بتاعتنا. لما اجي ادخل اي اكس واي واي هيعمل عليهم كل العمليات الحسابيه لو انا بدات معاه بمين؟ بدات معاه بالزد. فتعالى كده ادخل رقمين، الاكس مين مثلا؟ هقول له مثلا سي ان الاكس كانت ب2 وسي ان الواي كانت ب2، وبعد كده ادخل الزد اللي هي اول عمليه حسابيه اللي هي علامه الزائد. اول بقول له زائد اهو، يبقى الزد دي دخلت بايه؟ بعلامه الزائد. هيختبر الزد، هتيجي اول علامه حسابيه اللي هي علامه الجمع، هيروح جامع وطارح وضارب وقاسم وجايب باقي القسمه اهو. 2 زائد 2 ب 4، 2 ناقص 2 ب0، 2 في 2 ب 4، 2 على الاثنين فيها الواحد، باقي القسمه في الاثنين فيها مظبوط 0، وجاب لي الايرور اللي موجوده برده فين؟ اللي موجوده بعد الديفولت. وده طبعا هيكون شكل المخرجات عندي لما اكون لغيت بريك. بكده بنكون برده شفنا برنامج تاني بيعمل الاله الحاسبه وبيشتغل شغل الاله الحاسبه، وجربناه مره ببريك وجربناه مره من غير بريك. بعد كده بيكون عندنا برضو مثال الخاص بايام الاسبوع، واتكلمنا عنه من شويه وحللناه تحليل كامل. بسم الله الرحمن الرحيم. ملاحظات هامه على جمله السويتش والكيس. اول حاجه ان جمله سويتش ما ينفعش نستخدم معاها متغيرات من النوع الحقيقي فلوت او دبل. يعني لما اقول له انها فلوت اكس وسي ان الاكس وسويتش الاكس، ما ينفعش اقول له سويتش اكس. ليه؟ لان اكس من النوع الحقيقي فلوت. شوف كده الرساله اللي هتظهر لك، هيقول لك ان ده ايه؟ ان ده اكسبريشن اوف تايب فلوت از illegal، ده مش قانوني، ده مش صح. وكذلك الحال لو جيت عرفت متغير سترنج مثلا اكس وجيت قلت له سويتش الاكس، هيقول لي برضو سترنج از illegal. يبقى الانواع دي من المتغيرات اللي هي الفلوت والسترنج ما ينفعش نستخدمهم في جمله السويتش. الملحوظه الثانيه برضو المهمه، ان ما ينفعش في جمله كيس، يعني طبعا انا بكتب سويتش وكيس، ما ينفعش بعد كيس يجي ايه؟ يجي تعبير حسابي زي كده. ما ينفعش بعد كيس تستخدم كيس 4 سيمي كولن، السيمي كولن دي غلط. ما ينفعش بعد كيس نستخدم ادوات مقارنه. وفي برضو طالب اسمه محمود عيد جزاه الله خيرا عمل معانا برضو فروق اساسيه ما بين جمله سويتش وما بين جمله اف. قال لك ان انت في سويتش ما ينفعش تستخدم ارقام حقيقيه، في قاعده اف او في جمله اف ينفع. في جمله سويتش ما ينفعش تستخدم ادوات المقارنه، يعني ما ينفعش تقول اكبر من اصغر من يساوي. في اف لازم ادوات مقارنه، كنا بنقول اف الاي اكبر من البي، صح ولا غلط؟ هنا بتكون الكيس بتاع جمله كيس، هنا بتكون في جمله سويتش بيكون الجمل الكيسز بتاعتك الكيسز بتكون ثابته. يعني انت مثلا هي بتقول له ايه؟ كيس احمد، كيس محمد، كيس ايمن، كيس واحد، كيس اثنين، كيس ثلاثه. اه احمد وايمن دي غلط، محمد دي غلط، امال ايه الصح؟ بتقول له كيس اربعه، كيس او يجي بعدها تشار. تمام. يبقى المهم اللي بيجي بعد الكيس اللي انا اقصد اقوله في هذا المقام، ان بيجي بعد كيس قيمه ثابته. بيجي بعد كيس قيمه ثابته، رقم محدد او متغير تشار محدد. انما في جمله اف كنا ممكن نعمل ايه؟ في جمله اف مش كنا ممكن نستخدم حاجات كثيره جدا. يعني انت بتقوله مثلا ايه؟ كيس أربعة او كيس إيه؟ لو كانت مثلا ايه ده مثلا مثلا كنت بتقول انه متغير تشار كنت ممكن تقولها له كده، او كنا بنقوله مثلا كيس أربعة، يعني حاجه محدده قيمه محدده. انما في جمله اف ممكن ان انت تستخدم ايه؟ في جملة اف ممكن نستخدم الرينج معين. يعني كنت بقول له اف ان درجة الطالب اكبر من 50 اعمل لي سي اوت ان هو ناجح. فكنت بتقول له اكبر من 50، يعني كنت بقول له 51 و52 و53 لحد 100. يعني ممكن نستخدم رينج معين في جملة اف.
انما في السويتش بيجي معاها كيسز بارقام وقيم ثابته. تمام. وقلنا ما ينفعش تستخدم متغير سترينج. هنا كمان ممكن ان احنا بنستخدم ايه سويتش لمتغير واحد بس، انما ممكن في قاعده اف كنا نستخدم شروط الربط المنطقيه اللي هي الاند والاور والنوت. يعني بتقولوا اف ان درجه الطالب اكبر من 50 اند اقل من 100، يعني قصدي اقول انه من 50 ل 100. انما هنا في سويتش كنا بنقول ايه، كنا بنقول ان احنا عندنا ان احنا بنستخدم احتمال واحد فقط. وبكده بنكون يعني برضو اضفنا ملحوظات تانية وعلى جملة سويتش كيس عشان يكتمل المفهوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.